صباح الغد المشرق، صباح الغد العربي، صباح الغد العربي، صباح جديد ان شاء الله على كل مشاهدينا اينما كانوا. شراقه، اطلاله، حب، افرحوا بالحياه، انبسطوا، ما فيش مشاكل تستاهل ابدا الواحد يفكر فيها. نبدا يومنا معكم، اعتبروا ان بدايه الصباح الجديد هي بدايه صباح مساء. لا، وبدايه يعني يوم عمل، بدايه يعني كل يوم بيعدي علينا كاننا بنطوي صفحه ونبدا صفحه جديده، مفترض ان يكون فيها فعلا يعني ترمي المشاكل ورا ظهرك. والمشكلة اللي ما نقدرش نحلها دلوقتي ممكن تأجيلها ممكن يكون يعني أفيد. حل. بالظبط، لأنه أحيانا يعني في البعض بينتهج أسلوب المواجهة والوضوح علشان نحل المشاكل، لكن أحيانا التأجيل ممكن يكون يعني هو اللي يدينا المزيد من الوضوح، إنك تبعد شوية عن الصورة فتقدر بعد كده تحكم بشكل أفضل. وإحنا لو فعلا أخذنا بداية اليوم على إنه بداية صفحة جديدة في أعمارنا، أعتقد ده ممكن حتى يدينا مود حلو يخلينا قادرين إن إحنا نجابه به كل مشاكل الحياة. وفي أحلى من مود صباح مساء؟ طبعا. طيب نشوف المنيو. العالم يودع ملهمة الأمريكيين الشاعرة مايا أنجلو. منتجات جوجل الذكية تغزو الأسواق العالمية. دراسة علمية تثبت أن حقن الدماء الشابة يقي من أمراض الشيخوخة. لقاء خاص مع نجمة ستار أكاديمي زينب أسامة. طبعا زي ما شفنا في يعني استعراض الفقرات اللي معانا، اول حاجه هتكون عن مايا انجلو. طبعا هي ملهمه الامريكيين، مر عليها اكتر من 50 عام في قياده المشهد السياسي في الولايات المتحده الامريكيه. السنه دي طبعا رحل عنا جابرييل غارسيا ماركيز، رائد الأدب في أمريكا اللاتينية. طبعا عندنا مشهد آخر في أمريكا الشمالية أو الولايات المتحدة الأمريكية هي مايا أنجلو. مايا أنجلو شكلت طفرة كبيرة جدا في فترة حياتها، كانت توزع دائما النضال السياسي أينما ذهبت بأغانيها، بأشعارها، بكتاباتها، 50 كتاب أعتقد إذا لم أكن مخطئة، تحدث عنها الجميع. ولكن دائما المبدع حتى وإن رحل يترك معه عصافير تغرد بكلماته وبما خطه ذلك القلم الذهبي. تعالوا نشوف التقرير. قد يصعب اختصار سيرة الشاعرة والكاتبة والمخرجة والناشطة السياسية مايا أنجلو بصفة إبداعية واحدة، فقد تميزت بحضورها المهيب على أي مسرح إلى جانب موهبتها في الغناء والتأليف الموسيقي. وقد تشكلت الحالة الإبداعية والإنسانية لأنجلو في فترات عصيبة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، إذ ولدت عام 1928 وعاشت حقبة التمييز والفصل العنصري بين البيض والسود، إضافة إلى انخراطها في العمل السياسي بصفوف حركة الاحتجاجات وحركة الحقوق المدنية التي وصلت ذروتها في الستينيات. حصلت مايا أنجلو على عشرات الجوائز بالإضافة إلى حصولها على أكثر من 30 شهادة دكتوراه فخرية، كما أنها تشتهر بسلسلة التراجم الذاتية التي تنصب على مرحلة طفولتها وتجاربها الأولى في مرحلة المراهقة وحتى سن 17. وحين نتصفح كتاب حياة الشاعرة الأمريكية كمحاربة في سبيل العدالة وحقوق الإنسان وشفاء أرواح كوت شمس الظلم بشرتهم، نجدها تتبلور في قصيدتها أعطوني كوب ماء بارد قبل أن أموت، والتي اختزلت فيها حياتها وافتقادها الأمل في أن تجد الإنسانية خالية من العنف والتمييز العنصري والقتل ونبذ الآخر، وهي القضية التي أفنت فيها سنوات شبابها وشيخوختها. ولم تغير الشهرة العارمة والنجاحات من إصرار أنجلو ومواقفها الثابتة في مواجهة الظلم والعنصرية والتذكير بحقوق المضطهدين، لا في الولايات المتحدة فحسب بل في كل مكان. وكانت تردد إنها تحمل الآخرين الموتى من كل الأعراق دائما معها وتستدعيهم كي يكونوا عونا لها كلما اعتلت خشبة مسرح أو وقفت أمام منبر. غادرت مايا عالمنا مؤخرا عن عمر يناهز 86 عاما في ولاية نورث كارولينا، تاركة تاريخا إنسانيا وسياسيا وأدبيا يحتفي به العالم أجمع.
عارفة أجمل حاجة في تاريخها إن هي طبعا نضال من أجل حرية السود في الولايات المتحدة الأمريكية، إن هي يعني ماتت بعد ما شافت يعني نهاية الحقبة دي، نهاية التمييز العنصري فعلا ضد السود. وطبعا باللقطة اللي جمعتها بباراك أوباما دي لوحدها يعني تترجم إنه أسود يعتلي سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي عايش في الولايات المتحدة أو العالم كله تقريبا عارف يعني إيه العبارة دي. دي ليست تنابز بالألقاب يعني والعياذ بالله، لكن هو فعلا كان متعارف عليه، عانوا الكثير من قصة التفرقة العنصرية، لكن ما زالت موجودة سينا، ما زالت موجودة وما زالوا يقسموها أحياء، إنه السود في حي والبيض في حي آخر، ما زالت الطفرة موجودة داخل الأنفس البشرية موجودة، لكن مش لكن على مستوى القيادات أو ما شابه يعني، حتى وإن كانوا يدعوا الديمقراطية أوقات. لكن شوفي الطفرة اللي حصلت، الطفرة معك وأيدك في ذلك. أنت عارفة صح. كان في صورة كده كان بيتداولها النشطاء على الفيسبوك، يمكن كان الهدف من الصورة أنه إظهار السيارة المصفحة اللي بيركبها الرئيس الأمريكي، لفت نظري فيها أن اللي فتح له الباب رجل أبيض. أبيض كان مين يتخيل أنه رجل أبيض ممكن يقوم بالمهمة دي لرجل أسود بعد تاريخ طويل من التمييز العنصري، انه ما كانوش بيقعدوا حتى في المواصلات العامه صح. تحسبا لا يمكن حتى لو لقيت الكرسي فاضي صح، لا يمكن يجي واحد ابيض مثلا يحتاج الكرسي ده. اغتيل منهم الكثير وقتل منهم الكثير وعذب منهم الكثير، ويكفي انه لما تكون امراه سمراء اللون تركب وسيله مواصلات ممكن يقومها رجل ابيض او امراه بيضاء من اجل بس انه يجلس مكانها. فعلا هم اسوا الكثير، ولكن خرج من رحم هذه المعاناه كتاب ومشاهير وفنانون ابدعوا بكتاباتهم وبرسالة السلام التي احتوها وعبروا بها بكتابات جميله جدا اثرتنا واثرت السلام بمعاني لا يمكن تغييرها ابدا. أكيد طبعا. طيب نشوف دلوقتي برضو اراء الكتاب، ولكن في مضمار اخر وهو الصحافه العربيه. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الجولة في أهم ما طالعته الصحافة العربية لهذا اليوم، والتي نبدأها بالخبر الأبرز الذي شهد ضجة عربية وعالمية، وهو وصول داعش إلى مدينة الموصل العراقية. ونقلت هذا الخبر صحيفة السفير اللبنانية التي كتبت تحت عنوان داعش يخطف مدينة الموصل. كتبت الصحيفة: خرجت مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق الواقع في شمال البلاد عن سلطة الدولة، وباتت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، فيما صدرت تحذيرات من توجه عناصر التنظيم إلى محافظة صلاح الدين لاحتلالها. وأعلن مسؤول عراقي حكومي رفيع المستوى إن الحكومة العراقية قررت دعوة البرلمان للإعلان عن حالة الطوارئ ووضع القوات الحكومية في حالة التأهب القصوى في مختلف أنحاء البلاد. ويمثل سقوط الموصل في أيدي داعش حدثا استثنائيا بالنسبة إلى الوضع الأمني في العراق بشكل عام، لما تحظى به المدينة من أهمية استراتيجية نظرا لحجمها ولموقعها القريب من الحدود مع سوريا والقريب من إقليم كردستان. ننتقل إلى صحيفة الأهرام المصرية التي كتبت تحت عنوان السيسي يكلف محلب بتشكيل الحكومة الجديدة. كتبت الصحيفة: كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس وزراء الحكومة المستقيلة بتشكيل حكومة جديدة تستهدف تحقيق الأولويات الوطنية المحددة خلال المرحلة المقبلة. ونقلت الأهرام تصريحات محلب بأن أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها فورا تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة البطالة ومعدلات نمو مناسبة والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحقيقة والمصارحة ستكون الأساس لعقد اجتماعي جديد حيث سيتم إطلاع الشعب على كل الحقائق كشريك أساسي في اتخاذ القرارات ومواجهة المشكلة. وأوضح محلب أنه تم تكليفه بحماية الفقراء ومحدودي الدخل واستعادة الدولة هيبتها وعودة شعور المواطن بالأمان والأمن. ننتقل معا إلى صحيفة الشرق الأوسط التي اهتمت بالشأن السوري وكتبت تحت عنوان بان كي مون يتأرجح بين الغرب والمغرب لاختيار مبعوث لسوريا. قالت الصحيفة: بينما تتبدل كل يوم بورصة الأسماء المرشحة الغربية منها والعربية لخلافة الأخضر الإبراهيمي في منصبه مبعوثا للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة للشرق الأوسط عن وجود رغبة لدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باختيار مرشح من المغرب. وفي حين ذكرت مصادر مطلعة في الرباط للشرق الأوسط أن الأمر طرح
دون أن تدلي بمزيدا من التفاصيل. قال مصدر وثيق الاطلاع أن الأمر غير وارد وأن هناك اتجاه لاختيار شخصية غربية للابتعاد عن الحساسيات العربية العربية، ورجح أن يكون المرشح الأكثر حظا هو يان أليانسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية. من جانبها اهتمت صحيفة النهار اللبنانية بحادثة الاغتصاب الجماعي التي وقعت في ميدان التحرير في القاهرة والتي أثارت جدلا واسعا وأصبحت قضية رأي عام. وكتبت الصحيفة تحت عنوان من هو صاحب فيديو الاغتصاب في ميدان التحرير. أثار فيديو الانتهاك الوحشي الذي تعرضت له فتاة في 19 من عمرها في ميدان التحرير جدلا واسعا في مصر، كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البرامج التلفزيونية بالتعليقات حول هذه القضية. كما رد ناشر الفيديو على ما قال إنها شائعات تناولته شخصيا. فقد عرف مروان نفسه بأنه مبرمج مصري يعمل في شركة متخصصة في مجال تطبيقات الإنترنت والتسويق الرقمي، ونفى أن يكون منضما لأي حزب أو جهة سياسية. كما قال عرف إنه قد تعرض لسيل من الشتائم والاتهامات بسبب هذا الفيديو الذي أكد أنه لم يقم شخصيا بتصويره، إنما وجده على الفيسبوك ومن ثم قام برفعه على موقع يوتيوب. ومن القدس العربي نقرأ في تطورات قضية الاغتصاب الجماعي خبرا تحت عنوان السيسي يأمر وزير الداخلية المصري بمواجهة ظاهرة التحرش. قال متحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر إن الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي أمر وزير الداخلية بالتصدي لظاهرة التحرش الجنسي. يأتي ذلك بعد احتجاز السلطات لسبعة رجال بتهمة الاعتداء على امرأة قرب ميدان التحرير وسط القاهرة أثناء احتفالات بتنصيب السيسي رئيسا لمصر. ووقع حادث التحرش مساء يوم الأحد بينما كان يشارك ألوف الأشخاص في احتفالات التنصيب، وأثار مخاوف جديدة بشأن التزام مصر بمواجهة التحرش الجنسي. وأقرت مصر تعديلا قانونيا الأسبوع الماضي يعاقب مرتكب التحرش الجنسي بالسجن 6 أشهر على الأقل أو بغرامة قدرها 3000 جنيه، أي 420 دولارا. وقالت مصادر قضائية إن احتجاز الرجال السبعة جرى بموجب التعديلات القانونية الأخيرة وستنزل بهم أشد العقوبات. مشاهدينا، وصلت وإياكم إلى نهاية هذه الجولة في الصحافة العربية، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. ناخذ بريك ضروري. نطلع فاصل. بعد الفاصل سيارة جوجل تستعد للانطلاق.